ما المقصود بعرض الحديث على القرآن الكريم؟ كيف تعرف لنا هذه المسألة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى أصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يسعدني اللقاء بكم مجددا في الحديث عن مسألة مهمة حول عرض السنة على القرآن. وهذه الإشكالية عرضها الصحابة ومارسها الصحابة قديما، بأن رويت أحاديث، وهذه الأحاديث كما تعلم هي تفيد غلبة الظن عند المحدثين في عمومها، هي تفيد غلبة الظن إلا إذا كان حديثا متواترا. فبالتالي هذه الظنية تعطي نوعا من التشكيك في قدرة الراوي في تثبت من دقة الكلام الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من عرض السنة على القرآن هو التثبت من أن هذه السنة أو هذا الحديث فعلا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعارض مع كتاب الله عز وجل، لأن مصدر القرآن والحديث واحد، وحي واحد، فيستحيل التعارض بينهما. فالمقصود في هذه الباب أو في هذه المسألة هو التثبت من صحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.